أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. المجلس الإسلامي السوري يوضح بفتوى حرمة التعامل مع الأموال المصادرة من قبل سلطة الأسد في المناطق التي تسيطر عليها من حيث البيع والشراء. مقاتلو العشائر يشنون هجوما باستخدام الأسلحة الرشاشة على نقطة تابعة لقسد في حي اللطوة في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي. السلطات الأرجنتينية تعلن توقيف 3 أجانب ينحدرون من سوريا ولبنان في نهاية كانون الأول الماضي في بيونس آيرس للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي داخل البلاد. سلطة الأسد ترفع رسوم إصدار جواز السفر بنسبة 100% لتصبح رسوم جواز السفر العادي نحو 313 ألف ليرة والمستعجل نحو 433 ألف ليرة والفوري أكثر من 2 مليون ليرة. مجلة ناشونال انترست الأمريكية تقول إن رد فعل أمريكا والمجتمع الدولي تجاه جرائم الأسد في سوريا كان مضللاً وأدى إلى عواقب كثيرة. مكاتب سياحية في العاصمة دمشق تؤكد إيقاف السعودية منح تأشيرات دخول للسوريين الراغبين بتأدية العمرة لأسباب مجهولة وفقاً لما نقل موقع أثر بريس الموالي.